كغيرها من مؤسسات النقل الأخرى، مترو الجزائر تتقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا بحملات تعقيم وتطهير العربات حماية للمسافرين والموظفين على حد سواء. لتفادي تفشي فيروس كورونا قام مترو الجزائر وبدون انتظار بالقيام بعملية تطهير واسعة، وهذا في محطات وقاطرات المترو في كل المناطق المعرضة لللمس من طرف المسافرين. Il faut savoir que le métro il est nettoyé toute la journée par des équipes de nettoyage مصباح العشية. هذا en plus du nettoyage l'indar في الليل. Le grand nettoyage. مؤسسة مترو الجزائر لم تكتفي بالتعقيم فقط، بل رفعت من عدد القطارات المسخرة لمنع الاكتظاظ مع التقليل من مستوى الاحتكاك بين الركاب وعمال المترو. قمنا بزيادة قطارات هكذا لتفادي pour éviter l'entassement تاع لي voyageurs، دونك الانترفال ولا لو مينيموم بوسيبل باش الناس تركب عليز. البيرسونيل تاعنا اون ادابتي لو بروغرام تاعهم، ولينا نخدموا de façon à ce que le personnel تاعنا ما يكونش بزاف en contact ويخدموا ما يتلاقاش بزاف مع صحابو، ما يبدلش les équipes تاوعو بزاف. دونك اون ايفيت لو ماكسيموم الكونتاكت مع البيرسونيل لتفادي تفشي هذا المرض الخطير. حملات الوقاية والملصقات الموجودة بمحطات المترو تساهم بدورها في الرفع من وعي المسافرين لتفادي السلوكات المساعدة على تفشي الوباء. قامت شركة تراتيبي لتفادي انتشار فيروس كورونا وبدون انتظار بتوعية جميع العمال، وذلك بتعليق لافتات توعية في جميع المحطات وتمرير فيلم على الشاشات يشرح للمسافرين طريقة الاحتياط والوقاية من هذا الفيروس. المترو كوسيلة نقل مهمة في المدن الكبرى تعد من الفضاءات الأكثر عرضة لنقل العدوى، والمواطن هو المعني الأول لاستخدامها لضرورة القصوى.